يلا بينا مع بعض. Steps of design for long column. قال لي بص يا باشمهندس، اهم حاجة ان انا اعرف هو العمود بتاعي ده long ولا هو short. تمام؟ يبقى اول خطوة في تصميم العمود بتاعي ان انا اتأكد انه long، صح كده؟ تمام؟ اعرف اذا كان هو short ولا long. طيب قال لي يا باشمهندس باختصار شديد جدا، هو ايه الفرق ما بين الشورت والفرق ما بين اللونج؟ والله يا هندسه الشورت كولم ده لما بيتعرض يا باشمهندس لحمل راسي بي التيميت كومبريشن بيحصل له انهيار كومبريشن، كومبريشن فيلير، العمود بينهار لتحت كده. تمام حلو، بيحصل له ايه؟ انهيار كومبريشن. طيب اما العمود يا باشمهندس اللونج بيحصل له انهيار مختلف. ايه هو؟ هو انهيار البوكلينج، بيحصل له يا باشمهندس بوكلينج فيلير، انبعاج، وبالتالي ده ليه تصرف بيهيفير وده ليه بيهيفير مختلف، صح؟ اذا ده باشمهندس ليه تصميم وده ليه تصميم مختلف، مظبوط؟ تمام جدا. فقال لي طيب يا باشمهندس انت عارف بعد ما بنفرق ونشوف اذا كان العمود بتاعنا لونج ولا شورت، لو العمود لونج، احنا بنتكلم على عمود لونج صح، بيظهر عليه حاجه. ايه هي يا باشمهندس؟ بص كده هندسه، البي التيميت بتاعتي ادي السنتر صح، بتاثر معايا في السنتر. لما حصل يا باشمهندس الباكلينج اصبح السنتر اهو لافف مع الباكلينج اللي حاصل، صح ولا لا؟ طيب ايه يا باشمهندس اللي يحصل؟ البي التيميت بتاعتي لاتيرالت بتاثر معايا فوق في السنتر، مظبوط. بس بص كده في نص العمود، هل هي بتاثر في السنتر؟ لا، بتأثر على مسافة بنسميها دلتا. تمام؟ وبالتالي يا باشمهندس العمود اللونج بيظهر عليه مومنت احنا بنسميه مومنت اضافي. تمام؟ المومنت ظهر ليه؟ ظهر نتيجة وجود بي التيميت بتأثر على مسافة دلتا، صح ولا لا؟ تمام؟ قوة في الذراع عزم، مظبوط كده؟ تمام حلو قوي. فقال لي يا باشمهندس يعني تاني خطوة بالنسبة لنا ان احنا لما يطلع العمود لونج اجيب ام اديشن، صح؟ تمام. طيب وبعد كده قال لي يا باشمهندس تعال، انا ماشي بالموضوع بسرعة هرجع اجيب بالتفصيل، فمعايا وركز معايا مفيش اي مشكلة. قال لي يا باشمهندس ايه رأيك لو انت عندك فريم زي الفريم اللي انا برسمه ده؟ تمام؟ احنا لسه ما خدناش فريمات. عادي مشكله. ماله الفريم ده يا باشمهندس؟ ما تيجي نرسم كده عليه مومنت كده تخيلي. هيبقى المومنت شكله عامل كده صح؟ تمام؟ حلو. بغض النظر عن شكله، بغض النظر عن اي حاجه، انا مش عاوز ده كله. امال انت عاوز تقول ايه؟ عاوز اقول لك يا باشمهندس ان رجل الفريم دي عباره عن ايه؟ عمود صح؟ مش الفريم ده عباره عن عمود وعمود وفي كاميرا فوق، كاميرا كبيره شويه بنسميها جيردر. تمام حلو. يا باشمهندس طيب هو العمود ده عليه ايه يا باشمهندس؟ عليه مومنت صح؟ طب هو انت تعرف العمود ده شورت ولا لونج؟ هل احنا قلنا اي تفرقه ما بينهم او قدرنا نقول ان ده شورت او ده لونج؟ لا. عاوز تقول ايه؟ عاوز اقول لك ان المومنت اللي موجود على العمود اللي انت شايفه ده احنا بنسميها باشمهندس مومنت انيشيال. ليه مومنت انيشيال؟ لان المومنت ده موجود من البدايه بغض النظر عن كون العمود شورت او لونج. تمام؟ في اي مشكله؟ طب جميل. قال لي يا باشمهندس ايه رايك؟ ما هو كده لما العمود بقى لونج بقى عندي اما اديشنال
ولو هو من البدايه عليه ام انيشال بقى عليه 2 مومنت، صح ولا لا؟ تمام، حلو. طب اصمم على انهي مومنت فيهم؟ قال لي يا باشمهندس لازم تصمم على الام فاينل. وايه ام فاينل ده؟ قال لك ده مجموع او تجميع العزوم. تمام، فيها اي مشكله؟ فيها اي صعوبه لغايه دلوقتي؟ تمام جدا. لغايه دلوقتي في اي مشكله او اي صعوبه؟ طيب جميل. قال لي يا باشمهندس يعني انت بتقول الاتي، بتقول ان انت عندك الخطوات هتمشيها كالاتي. اول حاجه هتشوف لي العمود ده شورت ولا لونج، صح؟ لو طلع لونج هتجيب ام اديشنال، مظبوط. لو كان عندك ام انيشال هتجمع الاثنين على بعض. طب ولما تجمع الاثنين على بعض؟ قال لي كده يا باشمهندس نقدر نعمل ديزاين للعمود لانه ساعتها هيكون عليه مومنت واحد بالاضافه للايه؟ للبي الت، او ام فاينل بالاضافه للبي الت، بغض النظر بقى عن ام فاينل كانت واحد او باي اكسيال هنشوف بعد كده. تمام؟ حلو. في اي مشكله؟ طب هو الديزاين ايه ده؟ مش ده اللي احنا كنا عمالين نحكي فيه بقى لنا كذا مره، صح؟ طيب بعد ما تعمل ديزاين محتاج الخطوه الاخيره ان انت ترسم التسليح، وده اللي احنا قلناه برضو المره اللي فاتت، صح ولا لا؟ يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني تقريبا دول الست خطوات علشان اقدر اصمم معايا العمود اللونج كولم بتاعي، صح؟ تمام، حلو جدا. فقال لي يا باشمهندس طيب تعالى بقى نمسك خطوه خطوه كده مع بعض ونركز فيها ونشوف كل خطوه هتوصلنا ليه. يلا بينا. طيب يا باشمهندس اول خطوه اللي انت مسميها التايب اوف كولم، نوع العمود، او هتسمع انها كمان تشيك اوف باكلينج. تمام، بمعنى يا باشمهندس هل العمود ده عليه باكلينج ولا لا، صح كده؟ تمام، حلو. ايا كان المسمى فالتصرف بتاعنا واحد. ايه التصرف بتاعنا؟ قال لي يا باشمهندس احنا عندنا قانون كالاتي. ايه القانون ده؟ اسمه لامدا باكلينج. ماله القانون ده؟ بيقول ايه يا باشمهندس؟ بيقول لي كي في اتش نوت على البي او التي، او القانون بيساوي اتش افكتيف على البي او التي. ايه الكلام ده؟ ايه القانون الغريب ده؟ وايه اللي احنا بنعمله اصلا؟ قال لي يا باشمهندس اللامدا باكلينج دي قيمتها بتعرفني اذا كان العمود شورت ولا العمود ايه؟ لونج. تمام؟ فاحنا محتاجين في اول خطوه نطلع مين؟ اللامدا باكلينج بتاعتي. طب يا باشمهندس واحده واحده، هو يعني ايه بي وتي دي؟ قال لي يا باشمهندس مش انت عندك العمود بتاعك ليه بعدين؟ بعد بي وبعد ايه؟ تي. تمام، حلو جدا. قال لي يا باشمهندس معنى كده ان انا بعمل اللامدا باكلينج دي مره على البي ومره على ايه؟ على التي. طيب ركز بقى معايا كويس قوي. قال لي يا باشمهندس لابد علشان اعرف البي والتي كويس لازم اعرف الدايركشنز كويس جدا. تمام، ليه؟ لانه في الغالب ما بيقولش بي وتي، امال بيقول ايه؟ ام بلين واوت بلين. ويعني ايه يا باشمهندس ام بلين ويعني ايه اوت بلين؟ قال لي يا باشمهندس تعالى نمسك الام بلين الاول. قال لي ام بلين دي معناها ان حضرتك لما تبص على اليفيجن، اليفيجن يعني العمود قدامك. تمام، حلو. طيب ايه اللي بيحصل؟ تقدر تشوف ساعتها الباكلينج اللي حاصل على العمود. تمام، حلو جدا. طب ركز معايا ثانيه. والله يا باشمهندس الموضوع كالاتي، اعتبرني انا دلوقتي الكولم، انا العمود. تمام، حلو. حضرتك دلوقتي كام بلين تقدر تشوف ولا لا الباكلينج، صح؟ تقدر تشوف الباكلينج ولا لا؟ اوكي، يبقى يا باشمهندس في حاله الام بلين انا قادر ان انا اشوف ايه الباكلينج اللي بيحصل معايا على العمود. طيب جميل جدا.
فقال لي يا باشمهندس تاخد بالك من حاجة، ان البعد اللي شغال معايا في الامبلين هو اللي باين، هو اللي ظاهر قدامي، هو البعد ده اللي انت شايفه على العمود. تمام؟ فيها اي مشكلة؟ طيب جميل. والله يا باشمهندس العمود ده بصيت لقيت البعد تي، يبقى هو تي صح؟ تمام؟ طب ايه رأيك لو بصيت يا باشمهندس ولقيت البعد بي، يبقى بي. فيها اي مشكلة؟ يبقى الامبلين البعد اللي انا بشوفه على العمود. في اي مشكلة؟ في اي صعوبة؟ طيب يتبقى حاجة واحدة يا باشمهندس نعرفها كمان في موضوع الامبلين. ايه هي؟ قال لي يا باشمهندس المومنت اللي بيحصل تمام على العمود بتاعي. تفتكر يا باشمهندس المومنت اللي بيحصل هيحصل في انهي اتجاه؟ الاتجاه ده ولا الاتجاه ده؟ بص تمام، احنا هنبص على قطاع العمود، ايه رايك؟ ماشي، تعال نركز مع بعض على قطاع العمود. ادي العمود عليه بي التيميت عملت الباكلينج صح؟ تمام حلو. فاصبح يا باشمهندس لو انت ركزت كده هتلاقي ان سنتر العمود بتاعك في النص كده اتغير صح؟ تمام، والبي التيميت بقت بتاثر كده، يعني في مسافه ما بينهم اللي احنا سميناها ايه؟ دلتا صح كده؟ تمام حلو. طيب هو فين يا باشمهندس؟ في الاتجاه ده صح ولا لا؟ يبقى اذا المومنت في الامبلين لابد انه يكون في اتجاه الاكس. فيها اي مشكله؟ يبقى بالعقل كان القطاع كده، كان كده، الفكره ان في الامبلين المومنت في اتجاه مين؟ ام اكس. في اي مشكله؟ في اي صعوبه؟ تمام جدا حلوه. قال لي يا باشمهندس طب بالنسبه للاوت بلين، الاوت بلين ده يا باشمهندس معناها ان حضرتك مش شايف الباكلينج. ازاي مش شايفه؟ اهو شفت حاجه؟ تمام، شفت التقويس او الباكلينج اللي حاصل؟ لا ما شفتش حاجه. تمام، فده معناه يا باشمهندس ان الباكلينج حادث في الاتجاه الثاني اللي انا مش شايفه صح؟ تمام حلو. طب وده معناه ايه يا باشمهندس؟ ده معناه ان لو احنا بنتكلم عن العمود ده وكان البعد اللي حاصل فيه يا باشمهندس الباكلينج في الامبلين اللي هو تي، يبقى يا باشمهندس لو احنا بنتكلم عن البعد الثاني يبقى هيحصل الباكلينج في الاتجاه الثاني صح ولا لا؟ تمام، في اي مشكله؟ يبقى تعالى بقى نركز ونسسم الدنيا صح. امبلين البعد اللي ظاهر المومنت اكس، اوت بلين البعد اللي انت مش شايفه المومنت واي. خلصت؟ خلصت. تمام، في اي صعوبه؟ تمام جدا. قال لي يا باشمهندس احيانا كمان بيجي يسمي لي الاكسس تمام كالاتي، يجي يقول لي ميجور اكسس ويجي يقول لي مينور اكسس صح؟ تمام، هو مين الميجور ومين المينور؟ هو الاكس ولا الواي ولا ايه نظامه؟ قال لي يا باشمهندس الميجور اكسس ده يا باشمهندس الموازي للبعد الصغير. تمام خلصت حلو. يبقى الميجور الموازي للبعد ايه؟ الصغير. كل ده هنحتاجه في المسائل، المسائل كلها التوهان فيها دايركشنز. تمام حلو، يبقى نركز مع بعض. ميجور اكسس البعد الموازي للبعد الصغير، اكيد يا باشمهندس لما تيجي تقول المينور هيبقى الموازي لمين؟ للبعد الكبير. حلو تمام جدا. يبقى احنا فهمنا يا باشمهندس الدايركشنز بتاعتي. تمام، والله يا باشمهندس مره بحل في الامبلين اللي انا شايفه ومره بحل في الاوت بلين اللي انا مش شايفه صح ولا لا؟ تمام حلو. وبالتالي بشوف البعد بتاعي بتاع الامبلين، والله تي يبقى الامبلين تي، البعد بتاع بي يبقى الامبلين بي، والتاني يبقى تي. في اي مشكله؟ تمام، في اي صعوبه؟ حلو، يبقى احنا فهمنا يا باشمهندس موضوع البي والتي ده صح كده؟ تمام حلو. طيب يا باشمهندس احنا في حاجه اسمها اتش نوت وفي حاجه اسمها كي، ايه الكلام ده؟ يعني هنستفيد منه ايه وايه الحوار ده؟ قال لي تعالى نشوف مع بعض. تمام حلو. اتش نوت ده يا باشمهندس بنسميه الكلير هايت، او بالعربي كده البعد الحر او الصافي للعمود. ده معناه ايه يا باشمهندس؟
ده معناه الجزء من العمود يا باشمهندس اللي ظاهر قدام عينك. يعني ايه؟ يعني يا باشمهندس دلوقتي لو نيجي نشوف كده عمود قدامنا بالشكل ده، العمود ده معاه بلاطه فوق فلات سلاب. يعني ايه بلاطه فلات سلاب؟ يعني ما فيهاش كمرات، تمام؟ بلاطه ما فيهاش ايه؟ كمرات، وبلاطه تحت ما فيهاش كمرات. يبقى البعد الحر او الصافي للعمود ده منين يا باشمهندس؟ لو بتكلم في الامبلين اهو، من الوش للوش. في اي مشكله؟ طب افرض جه وحاول يلعب معايا في الحته دي شويه، ازاي؟ قال لي يا باشمهندس انا مديك الاتش فلور. الاتش فلور ده عباره عن ايه؟ الاتش فلور ده يا باشمهندس المسافه من بطنيه البلاطه لبطنيه البلاطه اللي فوقيها، تمام؟ حلو. يعني من البطنيه دي للبطنيه دي، تمام؟ يعني الاتش نود ده يساوي ايه يا باشمهندس؟ اتش فلور ناقص ثيكنس السلاب، تمام؟ في اي مشكله؟ طب الكلام ده يفرق معايا يا باشمهندس في الام بلين او الاوت بلين؟ لا. ليه؟ ركز بقى معايا، تمام؟ حلو، احنا متفقين ان الام بلين ده البعد اللي انت بتتفرج عليه كده، صح؟ تمام؟ حلو. اعتبر ان في يا باشمهندس بلاطه اهي فوقي، تمام؟ وبلاطه تحتي، حلو؟ وانا العمود، اوكي؟ طيب هيفرق معايا البعد الحر من هنا او من الناحيه الثانيه اللي انت مش شايفها؟ ما كل واحد، صح؟ تمام؟ حلو، المسافه كلها واحده. فقال لي يا باشمهندس يبقى الاتش نوت اللي انت بتتكلم عليها دي للبلاطه الفلات سلاب للامبلين زيها زي الاوت بلين. في اي مشكله لغايه دلوقتي؟ في اي صعوبه في اللي انا بقوله؟ تمام، حلوه. طيب ما تيجي نصعب الدنيا شويه، يلا بينا. انا ماسك الحالات كلها مع بعض، وبعدين هتيجي تشوف في الاخر لما تفهم كله هتشوف المساله تمشي بسهوله جدا، تمام؟ حلو، تعال نشوف مع بعض. قال لي بص يا باشمهندس، تخيل ان انت عندك الاتي، عندك سوليد سلاب، بلاطه سوليد سلاب، وادي قاعده اهي تحت اهي، تمام؟ زي ما انت شايف. حلو، حلو جدا. قال لي يا باشمهندس ادي البلاطه السوليد، وادي الكاميرا اللي معاها، تمام؟ وفي كاميرا تانيه في الاتجاه التاني. طيب دلوقتي يا باشمهندس انا عاوز اعرف الاتش نوت بتاعه العمود ده. اول حاجه تعالى نبتدي بيها الامبلين، تمام؟ حلو. طب ركز معايا كده واحده واحده، احنا معتبرين ان انا العمود النهارده، تمام؟ اوكي. فتعالى نشوف كده مع بعض. ادي العمود قدامك اهو، ومعاه كمرتين، ده الامبلين اللي انت شايفه، صح؟ تمام، مظبوط كده. طيب البعد الحر او الصافي للعمود يبقى منين؟ يبقى من اول الكاميرا لغايه تحت، صح ولا لا؟ تمام، حلو. يبقى يا باشمهندس زي ما بنقول كده الامبلين، ركز معايا كده في الكلمه، الامبلين مع الكمرتين، تمام؟ حلو. الامبلين هيبقى مع مين؟ مع الكمرتين اللي طالعين من عندي، لان دول اللي انا شايفهم، صح ولا لا؟ تمام، حلو. يبقى باشمهندس ادي اهو ده الاتش نوت بتاع يا باشمهندس الامبلين. طب حد تاني بقى يقول لي كده الاتش نوت بتاع الاوت بلين. بص يا باشمهندس الاوت بلين ممسوك بكاميرا طالعه كده وداخله الناحيه الثانيه، ايش عرفك يا باشمهندس؟ متهشره، صح؟ مقطوعه كده، تمام؟ حلو. فده معناه ان في كاميرا طالعه كده وكاميرا رايحه الناحيه الثانيه، تمام؟ حلو. يبقى اكيد البعد بتاع الاوت بلين من اول ايه؟ من اول الكاميرا المتهشره وانا نازل. يبقى يا باشمهندس ده الاوت بلين. ركز بقى معايا كويس قوي. ام بلين كاميرتين، اوت بلين واي اوت بلين معاك كاميرا متهشره، لانها مقطوعه، معنى انها مقطوعه انها في الاتجاه التاني، تمام؟ اللي انت مش شايفه، تمام؟ يبقى يا باشمهندس ام بلين مع الكاميرتين، اوت بلين مع الكاميرا المتهشره. في اي صعوبه؟ تمام جدا. قال لي يا باشمهندس طيب تعال نشوف شكل ثالث. قال لي يا باشمهندس بصيت لقيت عندي شد، ايه الشد دي؟ مظله. حلو. المظله دي دراستها يا باشمهندس هتبقى بشكل اعمق في التورشن، تمام؟ بس تعالى نفهم ايه الموضوع.
حلو. قال لي يا باشمهندس والله الشد ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن بلاطة، تمام؟ بلاطة. البلاطة دي يا باشمهندس مستندة على كاميرا، والكاميرا دي يا باشمهندس كل مسافة بيشيلها عمود. في اي مشكلة؟ تمام؟ فبيبقى بالخط كده، اكنك ايه؟ خط كده، عمود جنبه عمود جنبه عمود، في كاميرا، الكاميرا متشال عليها الايه؟ الاسلام. في اي مشكلة؟ تمام. ده الشدة يا باشمهندس او المظلة، تمام؟ حلو. طيب باشمهندس كده بالراحة وبسهولة، لو انا عاوز اشوف الاتش نود بتاعتي بتاعت الاوت بلين، الاوت بلين قلنا لغاية مين؟ الكاميرا المتهشرة، صح؟ ادي اهو يا باشمهندس بمنتهى السهولة. فيها اي صعوبة؟ تمام جدا. طب الاتش نود بتاع يا باشمهندس الام بلين، ركز معايا كده، هو المنشأ ده عبارة عن ايه؟ طب ده معناه ايه يا باشمهندس؟ معناه ان العمود بتاعي حر، صح؟ احنا بنحسب ايه؟ الطول الحر للعمود. معنى كده يا باشمهندس ان العمود من الاول للاخر، من اوله لغايه اخره. في اي مشكله؟ تمام. في اي صعوبه؟ تمام جدا. قال يا باشمهندس افضل ان احنا نكون كمان مع اللي تحت، تمام؟ ودايما هتلاقي الكبير مع اللي تحت، تمام؟ حلو. يبقى يا باشمهندس بنختار الاكبر منهم، ودايما هتلاقي الكبير مع اللي تحت، تمام؟ حلو. ليه يا باشمهندس؟ هو انت يا باشمهندس لما تيجي تشوف كده اي عماره بتتبني بتلاقي دايما الدور الاولاني اعلى شويه، صح؟ تمام. ده لاسباب كتير. في ناس بتشتغل الدور الاولاني يا باشمهندس اصلا حاجات محلات وحاجات زي كده، فبيبقى عاوز الارتفاع يبقى اعلى شويه، صح كده؟ تمام. المدخل بتاع البيت بيبقى عاوز ان هو يبقى اعلى، صح كده؟ تمام. حلو. فحل لو عامل حتى يا باشمهندس تحت بدروم بيبقى الدور الاولاني او جراوند فلور اعلى. ففي حالات كتيرة يا باشمهندس او في الطبيعي احنا بنخلي الجراوند فلور اعلى شوية من الادوار الريبيتيتيف المتكررة، يعني 4 متر، 3.5 متر، 5 متر، والباقي يبقى ايه؟ ماشي 3 2.9 وهكذا. في اي مشكلة؟ تمام. يبقى باشمهندس بنختار الاتش نود بتاعتي الكبيرة، وطبعا حضرتك عارف ان في الفلات سلاب مش هتفرق معايا الام بلين من الاوت بلين، لان ايه؟ هما الاتنين واحد، صح كده؟ تمام. حلو جدا. يبقى تعالى وركز معايا كده، احنا كمان يا باشمهندس بعد ما اتعرفنا على البي والتي عرفنا كمان مين؟ الاتش نود. فاضل مين؟ فاضل الكي علشان نقفل القانون ده. طيب حلوة. قال لي يا باشمهندس تعالى معايا واحده واحده كده ونشوف الكي دي نظامها ايه. لغايه هنا في حد مش فاهم حاجه؟ على فكرة ده تقريبا تجميع كل المسائل وافكار المسائل واحنا ماشيين، تمام؟ ركز معايا كده يا باشمهندس، تعال نشوف الكي. هو ايه الكي ده هندسة؟ قال لي الكي ده احنا بنسميه باكلينج فاكتور او معامل الانبعاج، تمام. حلو. طيب الموضوع ليه يعني بعد شويه ستراكشرال، فانا مش عاوز اروح له، تمام؟ وعاوز اخلص الموضوع كده ببساطه وبسهوله. قال لي يا باشمهندس الكي ده يا هندسه معتمد على حاجتين، تمام؟ ايه هما يا باشمهندس؟ قال لي نوع المنشا بتاعك، هل هو حاجه اسمها امبريزد او يا باشمهندس حاجه اسمها ايه؟ بريست، تمام. حلو. وتاني حاجه معاك يا باشمهندس ان انت تعرف السبورتس بتاعه العمود بتاعك فوق وتحت، بنسميها اند كونديشن، ابر يعني فوق، لور يعني تحت، تمام. حلو جدا. الكي معتمد على حاجتين، ان انا اعرف اذا كان العمود بتاعي يا باشمهندس بريست ولا امبريست، واشوف الاند كونديشن السبورتس بتاعه ابر ولور، تمام. حلو. قال لي يا باشمهندس تعال نشوف كده مع بعض الدنيا هتمشي ازاي.
طيب والله يا هندسة تعال نشوف أول حاجة يعني إيه unpraised ويعني إيه praised. تمام حلو. باختصار شديد جدا يا باشمهندس البريزد ده او الامبريزد ده كلاسيفيكيشن للبيلدينج. يعني ايه كلاسيفيكيشن؟ يعني تصنيف للمنشأ بتاعي. تمام حلو. في صوت ليها هندسة هون ركزوا معي. تمام حلو. فيا باشمهندس المبنى بتاعي اللي بقول عليه بريزد ده معناه يا باشمهندس انه مبنى مقيد جانبيا. يعني ايه مقيد جانبيا؟ يعني زي ما انت درست في الاستراكشر ما بيحصلوش سوي. تمام؟ مبنى بيكون الاستيفنس بتاعته قويه وبالتالي يا باشمهندس ما بيحصلش فيه ايه؟ السوي. تمام؟ حلو؟ في اي مشكله في ده؟ طب جميل. طب ازاي المبنى بتاعي يا باشمهندس يبقى بريزد؟ المبنى بتاعي يبقى بريزد يا باشمهندس لما يبقى في حاجة اسمها شير وول. ركز معايا. تمام حلو. ايه الشير وول ده هندسة؟ قال لي يا باشمهندس ده عمود بس ابعاده بصراحة كده مختلفة. ايه اللي حاصل؟ بتلاقي ان البعد الكبير اكبر من 5 البي. تمام؟ اكبر من 5 مرات البعد الصغير. وبالتالي يا باشمهندس احنا بنسميه حائط قص شير وول يا باشمهندس. ووظيفته هو الاتي انه في اتجاهه كده يقاوم اي حمل لاترال. ما هو بص قدامي كده. تمام؟ اي حاجة تزقه في اتجاهه كده بيقدر يقاومها. تمام؟ حلو. يبقى هو مصمم علشان اللاترال لود. واللاترال لود ده يا باشمهندس اللي هو احمال الرياح والزلازل. تمام؟ في اي مشكله؟ تمام جدا. قال لي يا باشمهندس هل البريزد ده او المبنى البريزد ده معناه ان في شير وول؟ او كمان يا باشمهندس حاجه اسمها كور. حاجه اسمها ايه؟ كور. ايه الكور ده يا باشمهندس؟ ركز معايا عشان الحاجات دي هتشوفها في الموقع كتير جدا. حلو. ايه الكور ده يا باشمهندس؟ ده يعتبر يعني تعالى نعتبره كده اكتر من شير وول مربوطين ببعض. تمام. ليه بعمله يا باشمهندس؟ علشان بصراحه بحطش شير وولز كتيره. هو بيبقى الريجيديتي بتاعته عاليه يا باشمهندس. تمام. وبالتالي هو يا باشمهندس لما بحطه بخفف الشير وولز اللي موجوده عندي في المنشأ كله. طب وليه يعني؟ قال لي الشير وولز دي مش حلوه قوي يعني معماريه. انت عندك عمود تمام اقل حاجه 1.5 متر صح كده. تمام. حيطه 1.5 متر خرسانه ما تقدرش تعمل فيها حاجه صح. تمام. فدي مش حلوه لما اكون حاططها في كل اماكن. تمام. ما اقدرش افتح اوضه على اوضه ما اقدرش اعمل اي حاجه من دي صح كده. تمام حلو. فقال لي يا باشمهندس طب والكور ده هنحطه فين في البيت؟ دايما بيتحط يا باشمهندس عند الاسانسير. تمام. ليه يا باشمهندس؟ انت مش محتاج في الاسانسير غير ان انت ايه تدخل منه صح. وبالتالي يا باشمهندس بنحطه حوالين الاسانسير. تمام. وفي شرط مهم للشير وولز او للكورز وهو ان هم يبقوا فول هايت في المبنى. يعني ايه فول هايت؟ يعني من اول الاساسات لغايه اخر دور معاك. تمام. ما ينفعش اوقفهم. تمام. يبقى مش شغال كده لو هو توقف. تمام حلو قوي. فقال لي يا باشمهندس معنى ان المنشا بريزد ان موجود فيه شير وولز او كورز او موجود فيه شير وولز وكورز. في اي مشكله؟ تمام. بس قال لي في شرط كمان. ايه هي؟ قال لي انها تكون كافيه وموزعه بانتظام. تمام. كافيه وموزعه ايه؟ بانتظام. تمام حلو جدا. قال لي يا باشمهندس طب والامبريزد ده؟ قال لي اكيد يا هندسه ده هيحصل له سوي. تمام. طب وهل لما يحصل له سوي هل كده ما ينفعش يتصمم؟ لا مين اللي قال لك كده؟ عادي جدا. تمام. بنصمم العمود الامبريزد او المبنى الامبريزد. تمام. بس ده ليه شروطه وليه شغله وده ليه شروطه وليه ايه شغله صح. طيب
الامبرزد ده بقى باشمهندس اعرفه ازاي؟ قال لي تلاقي المبنى بتاعك ما فيهوش شير وولز او كورس، او يا باشمهندس في شير وولز غير كافيه، واحد ولا اتنين على مساحه كبيره، وبالتالي مش كافي معايا انه يخلي المبنى بتاعك ايه بريست. تمام، يبقى باشمهندس insufficient شير وولز او كورس، او انها اصلا غير موجوده. تمام حلو، وموجود اعمده بس كولمز اونلي. طب جميل، قال لي يا باشمهندس طيب من ده نفهم ايه، او انت عاوز توصل ايه؟ ده باشمهندس كده شرح بسيط علشان تبقى عارف ايه الفرق ما بين البريزد والامبريزد. وكون المبنى بيتصنف على انه بريزد وامبريزد، اذا الاعمده اللي موجوده جواه هتتصنف على انها بريزد وامبريزد طبقا للمبنى، صح؟ تمام حلو جدا. فقال يا باشمهندس طيب جميل، انت بتقول لنا الكلام ده ليه؟ قال لي لانك هتلاقي يا باشمهندس الاتي، هتلاقي ان علشان تجيب الكي في جدول مخصوص للبريزد كولمز لازم تدخله، او للامبريزد ايه كولمز. طب بعرف منين يا باشمهندس؟ بتكون في الاغلب جيفن. طب حاجه مهمه قوي يا باشمهندس، اخر حاجه هنقولها في البريزد والامبريزد ده، تمام؟ لو لقيت يا باشمهندس مبنى، ركز معايا كده، ركز معايا تمام، في اتجاه اكس فيه شير وولز يا باشمهندس وكافيه، وفي اتجاه واي مفيش، تمام؟ اذا المبنى ده يبقى ايه؟ يبقى بريزد في اتجاه مين؟ اكس. طب واتجاه واي؟ يعني ينفع المبنى يكون بريزد في اتجاه وان بريزد في ايه؟ في اتجاه تاني. تمام حلو، في اي مشكله؟ اذا العمود نفسه ممكن يبقى بريزد في اتجاه وان بريزد في اتجاه ايه تاني، صح كده؟ تمام، في اي مشكله؟ تمام جدا. قال لي يا باشمهندس عرفنا احنا ليه بنعرف هو امبريزد ولا بريزد، علشان هيبقى في جدولين بنختار منهم بناء على انه بريزد او ايه او امبريزد. في اي مشكله؟ في اي صعوبه لغايه دلوقتي؟ تمام جدا. قال لي يا باشمهندس طب ما فاضل لنا كده ايه الاند كونديشنز دي، عاوزين نعرفها السبورتات بتاعه العمود بتاعي. خد بالكوا الخطوه الاولانيه اللي هي بتاعه اللامدا باكلينج دي ارخم خطوه، فيها حالات كتير قوي. طيب تعالى بقى يا باشمهندس للجزء الثاني اللي احنا لازم نعرفه علشان نقدر نجيب الكي. وقال لي يا باشمهندس الجزء ده بيعتمد على السبورتس. فقال لي يا باشمهندس سبورتس العمود ممكن يا باشمهندس تبقى فيكسد، تمام، وممكن يا هندسه تبقى بارشالي فيكسد، يعني فيكسد كده يا باشمهندس مش قوي. تمام حلو، او يا باشمهندس ممكن تبقى هنجد، وممكن زي ما شفنا الشد يبقى فري من فوق، صح كده؟ تمام حلو. قال لي يا باشمهندس بالترتيب كده احنا بنسميهم كيس 1 كيس 2 كيس 3 كيس 4، تمام 1 2 3 4. في اي مشكله؟ تمام جدا، ركز بقى معايا هندسه. طيب تعال نمسك اسهل حاجه وابسط حاجه يا باشمهندس، تمام. قال لي يا باشمهندس بص على لور، تمام، تحت. قال لي يا باشمهندس اول ما تشوف ان في قاعده خرسانيه مسلحه ده بيعني ان انا باشمهندس فيكسد، وبالتالي كيس ايه واحد. في اي صعوبه؟ تمام حلوه. قال لي يا باشمهندس الفري يبان فين؟ قال لي ما يبانش يا باشمهندس غير في الشد اللي احنا رسمناه. وخد بالك لازم يا باشمهندس لو هو فري من فوق يكون فيكسد من تحت، تمام؟ ليه؟ ما ينفعش هيبقى انستيبل اصلا، صح؟ تمام، لازم يبقى فيكسد ايه فري. تمام حلو جدا. قال لي خد بالك يا باشمهندس المظله اللي احنا رسمينها دي الحاجه الوحيده
اللي مش هيقول لك العمود فيها بريزد ولا امبريزد. ليه؟ لانها باشمهندس فيكسد فري. يعني ايه؟ بتتحرك من فوق. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني امبريزد. فيها اي مشكله؟ فيها اي صعوبه؟ تمام جدا. قال لي يا باشمهندس، قال لي يا باشمهندس، طيب تعال نكمل مع بعض ونشوف مع بعض يا باشمهندس ايه اللي جاي. ركز معايا. يبقى الفري حاله واحده اللي هي ايه؟ الشد، فيكسد فري. طيب الهنجد يا باشمهندس، قال لي الهنجد يا هندسه لازم تلاقي الرسمه دي. تمام، لازم تلاقي ايه؟ الرسمه دي. ايه ده يا باشمهندس؟ حاجه اسمها ليد بليت. تمام، سواء. طيب ايه اللي بيحصل؟ باجي يا باشمهندس احط فيه اشاير حديد زي ما انت شايف كده. تمام، حلو. المومنت ده معناه يا باشمهندس ان في زاويه بتحصل. تمام، صح، حاجه بتحاول تلفني كده، مظبوط. تمام، حلو. فقال لي يا باشمهندس تيجي عند الليد بليد دي، تمام، تلاقي ان فيها يا باشمهندس مطاط ورصاص، فتروح عامله كده. ايه اللي يحصل؟ هل يتولد مومنت على القطاع؟ لا، مفيش حاجه حصلت، هو اتحرك معايا، صح. تمام، وبالتالي يا باشمهندس فايده الليد بليت ان ما يحصلش ايه؟ مومنت. وبتستخدم علشان اخلي السبورت بتاعي عباره عن ايه؟ هنجد. يبقى الهنجد ده مش هنشوفه غير لما نشوف الليد بليت او يجي في راس المساله ويقول لك هنجد. في اي مشكله؟ تمام، حلو. صعب الكلام اللي انا بقوله ده هندسه؟ تمام جدا. استنى بس دقيقة على ما الأذان ايه يخلص. طيب يلا بينا يا شباب نكمل بقى ونشوف مع بعضنا ايه اللي فاضل معانا. فاضل البارشالي فيكسد والفيكسد. قال لي يا باشمهندس تعالى كده واحدة واحدة ونشوف الحالة دي هتظهر معايا ازاي. تمام، دايما الحالة دي يا باشمهندس هتكون موجودة معايا في السوليد سلاب، البلاطة والكاميرا. طيب ايه اللي حاصل يا باشمهندس؟ قال لي هندسة تعالى كده العمود ده يا باشمهندس اقول عليه فيكسد من فوق. انا بتكلم من فوق كده كده، من تحت احنا متفقين اول ما بنشوف القاعده على طول ايه؟ فيكسد. تمام، حلو. من فوق اقول عليه فيكسد يا باشمهندس ولا اقول عليه بارشالي فيكسد؟ تمام، قال لي خلينا متفقين ان العمود ليه يا باشمهندس اتجاهين، صح، اتجاه الامبلين مع الكمرتين، صح كده، وفي اتجاه يا باشمهندس الاوت بلين مع الكاميرا الايه؟ المتهشر. طيب جميل جدا. قال لي تعالى نمسك اول اتجاه وهو اتجاه الامبلين. طيب اعرف منين يا باشمهندس اذا كان العمود ده فيكسد ولا بارشالي فيكسد؟ قال لي لو لقيت يا هندسه السكنس بتاع الكاميرا اللي موجوده معاك في الامبلين، تمام، اكبر من بعد العمود اللي موجود معاك في الامبلين، ده معناه مش مهندس ان انا فيكسد. لو التي بتاعت الكاميرا الامبلين اكبر من التي كولم، ده معناه مش مهندس ان هي ايه؟ فيكسد. في اي مشكلة؟ تمام جدا. قال لي يا مش مهندس ركز معايا في الاتي. طيب افرض خد بالك كده احنا بنعمل ايه، او ركز معايا ايه اللي حاصل. قال لها يا باشمهندس لو اللي ماسك العمود الاستيفنس بتاعته كبيره والريجيديتي بتاعته كبيره وهو يا باشمهندس ابعاده كبيره، صح، تمام، اكبر من العمود، اذا العمود يا باشمهندس بتاعي هيبقى فيكسد. تمام، طب ولو كان اقل منه؟ قال لي ساعتها هنسميه يا باشمهندس بارشالي فيكسد. يعني لو التي بيم بتاعتي اللي في الامبلين اقل من التي كولم، ساعتها يا باشمهندس هيبقى ايه؟ بارشالي فيكسد. ده فيكسد يعني كيس 1، ده بارشالي فيكسد يعني كيس 2.
ده ايه يا باشمهندس؟ الان بلين. طب ما تيجي نشوف كده مع بعض الاوت بلين. الاوت بلين الكاميرا بتاعتي انهي كاميرا؟ الكاميرا متهشرة صح؟ يبقى باشمهندس انا بقارن الكاميرا المتهشرة التي بي اوت اهي ببعد العمود. انهي بعد بقى العمود؟ بعد العمود اللي انا مش شايفه صح؟ البعد التاني للعمود. يعني لو كنا سمينا ده تي يبقى ده بي. لو لقيت التي بيم اكبر من البي كولم معناها انها كسوة. لو لقيته يا باشمهندس اقل من البي كولم ده معناها يا باشمهندس انه كيس ايه؟ 2. في اي صعوبة؟ في اي صعوبة معايا؟ طيب حلوة. قال لي يا باشمهندس طب وبعدين؟ حلو. قال لي يا باشمهندس طب وبعدين؟ في حالة كمان للبارشالي فيكسد. ايه هي؟ قال لي ان يبقى عندك فلات سلاب بلاطة بس. ومعنى وجود بلاطة يا باشمهندس ان السيكنس بتاع البلاطة مستحيل يبقى قد بعد العمود سواء الصغير او ايه؟ الكبير. وبالتالي حالة وجود فلات سلاب معناها باشمهندس انها بارشالي ايه؟ بارشالي فيكسد. في اي صعوبة؟ تمام. في اي صعوبة في اللي احنا بنقوله؟ تمام. قال لي يا باشمهندس طب واستفدنا ايه من اننا هنطلع الكيسز المختلفة دي؟ قال لي لان يا باشمهندس عندي جدول. الجدول بتاعي زي ما قلت لك كده مقسم جزء بريزد وجزء ايه؟ امبريزد. على حسب العمود بتاعك بتدخل يا باشمهندس بريزد او امبريزد. بلاقي يا باشمهندس الاتي. تمام؟ حلو. مكتوب هنا يا باشمهندس ابر. تمام؟ ومتقسمة يا باشمهندس كيس 1 كيس 2 كيس 3 كيس 4. او بتلاقي الجدول بالعربي يقول لك ايه؟ حالة 1 حالة 2 حالة 3 حالة 4 مفيش مشكلة ايا كان. تمام؟ حلو. وبتلاقي هنا يا باشمهندس لور وكيس 1 كيس 2 وكيس 3. طيب انا بعمل ايه؟ مبدئيا عندك جدولين، جدول للبريزد والامبريزد. عرفت ان هو بريزد، عرفت ان هو امبريزد، يبقى هدخل في البريزد، هدخل في الامبريزد، في اي مشكلة؟ تمام. تاني حاجة يا باشمهندس اني بعد ما بحدد هو بريزد ولا امبريزد كنت حددت الاند كونديشنز، اللور اللي تحت واللي فوق، صح؟ وليكن يا باشمهندس طلع معايا كيس 1 وكيس 1، بدخل جوه القيمة اللي موجودة جوه دي يا باشمهندس هي قيمة الكي اللي أنا بجيبها. في أي مشكلة؟ في أي صعوبة؟ تمام. يبقى إحنا يا باشمهندس ولله الحمد أخيرا خلصنا القانون ده. تمام؟ بحالاته الرخمة كلها. تمام؟ حلو. قال لي يا باشمهندس ممكن يجي يا باشمهندس ما يقوليش لا كي ولا اتش نوت ولا يقولي الكلام ده كله ويروح مديني اتش افكتيف على طول. هو ايه الاتش افكتيف ده؟ قال لي ده يا باشمهندس مضروب الاتنين في بعض كي في اتش نوت. طب ده يا باشمهندس بنسميه ايه؟ قال لي بنسميه افكتيف باكلينج هايت او افكتيف باكلينج لينس. لينس او هايت. تمام؟ بيبقى يا باشمهندس معطى مباشرة لو جه. تمام؟ معطى على طول ما فيهاش كلام. في اي مشكلة؟ تمام؟ حلو جدا. فقال لي يا باشمهندس الكلام اللي انت قلته ده جميل جدا ولكن تعالى ناخد مسألة بتاعت ميد ترم على الخطوة الأولى ونكمل شرح عليها بقى الخطوات. يلا بينا؟ يلا بينا. احنا المسألة دي ان شاء الله نخلصها يبقى احنا كده خلصنا الايه؟ الشرح. الخطوات اللي جاية سهلة قوي، دي أرخم خطوة. المسألة دي مسألة ميد ترم يا باشمهندس وبالتالي يعني لو احنا قدرنا نحلها يبقى المستوى بتاعنا ايه؟ في تطور صح؟ تمام. تعالوا نشوف كده مع بعض يا باشمهندس احنا بنعمل ايه؟
احنا اول خطوة زي ما احنا متعودين ان احنا باشمهندس بنحدد نوع العمود بتاعي، صح؟ بنحدده من خلال ايه؟ من خلال اللامدا باكلينج، بنشوفه اذا كان شورت او ايه او لونج. تمام، حلو جدا. قال لي يا باشمهندس طيب ايه اللي حاصل؟ قال لي اول حاجة يا باشمهندس احنا بنشتغل على الاتجاهين ان بلين واوت بلين، بي وتي، ما عنديش مشكلة ايا كان المسمى. تمام، حلو، بس خلينا في الان بلين والاوت بلين علشان المسمى ده ما بيلخبطش. تمام، حلو. طيب تعال بقى مع بعض كده يا باشمهندس ايه الموضوع. قال لي هاجي احسب اللامدا باكلينج ان بلين، القانون بتاعها ايه؟ كي في اتش نوت، صح، على التي او البي. طب انت هنا يا باشمهندس تاخد تي ولا تاخد بي؟ قال لي يا باشمهندس هاخد البعد اللي مرسوم بغض النظر، صح، بتاع الكولم اللي موجود بتاع الام بلين اللي انا شايفه، صح كده؟ تمام، يبقى هنا يا باشمهندس على 6 من 10. في اي مشكله؟ في اي صعوبه؟ تمام. طب يا باشمهندس الاوت بلين هيبقى ايه؟ كي في اتش نوت على البعد اللي انا مش شايفه، البعد التاني. مديني سكشن للعمود 600 × 300، وكان الام بلين 6 من 10 يعني 600، صح؟ يبقى اكيد الاوت بلين ايه؟ البعد التاني اللي هو 3 من 10 × 300. في اي مشكلة؟ في اي صعوبة لغاية دلوقتي؟ طيب محتاجين نجيب مين يا باشمهندس؟ محتاجين يا هندسة نحسب الاتش نوت في الام بلين ونحسب الاتش نوت في الاوت بلين والكي في الام بلين وبرضه كذلك في الاوت بلين. تعال امسك واحده واحده. ادي اتش نوت في الام بلين، هنعمل ايه هندسه؟ قال الموضوع سهل وبسيط جدا. الام بلين ده لغايه ايه؟ دايما الكاميرا اللي ظاهره عندي، صح؟ تمام، حلو. فبصيت هنا يا باشمهندس لقيت فيه بعدين، صح، اتش واحد واتش اتنين، دي الحاله بتاعت المالتي ستوري، صح، اللي قلنا فيها هناخد الاتش نوت الكبيره. فيها اي مشكله؟ فيها اي صعوبه؟ تمام جدا. قال لي يا باشمهندس طب تعالى نحسب الاتش نوت للاوت بلين. تمام، الموضوع قال لي هندسه الموضوع سهل وبسيط، انت قلت اي اوت بلين لغايه مين؟ الكاميرا المتهشره، مظبوط ولا لا؟ تمام، حلو. فقال لي يا باشمهندس ده معناه ان الارتفاع هيكون لغايه الكاميرا دي. تمام، حلو، يعني هيكون قد ايه يا باشمهندس؟ قال لي تعالى نحسبها مع بعض. ادي 4، صح؟ تمام، طيب ركز معايا كده، مكتوب بيم، صح، او بي 250 × 500. تمام، حلو. طب هو الارتفاع ده كده يا باشمهندس يبقى ال 500 ولا ال 250؟ طب على ايه بقى؟ يعني ايه اللي يخليك متاكد انها؟ برافو عليكم، صح كده يا باشمهندس، الكاميرا بتاعتك القطاع بتاعها كده، صح ولا لا؟ تمام، البعد الصغير هو البي، البعد اللي انت شايفه كبير ده هو التي، وهو ده اللي موجود معايا بيبقى مربوط بالكاميرا، صح ولا لا؟ تمام، حلو. يبقى على طول يا باشمهندس لما يديك الكاميرا بعدين اكيد التي هو البعد الايه؟ الكبير. تمام، حلو. يبقى يا باشمهندس ال 500 دي هحولها تبقى ايه؟ نص. فيها اي مشكله؟ طيب جميل جدا، بص معايا. قال لي يا باشمهندس وعندي كمان 3 متر، بص كده 3 متر لغايه الكاميرا اللي ايه؟ اللي فوق دي، صح؟ والكاميرا دي يا باشمهندس مش على نفس مستوى الكاميرا المتهشره، فاعمل ايه؟ ايه رايك نحسب كله؟ تمام، واطرح الجزء بتاع الكاميرا، صح؟ فقال لي يا باشمهندس زائد 3 زائد الكاميرا دي هتبقى 6 من 10 كده كله، واطرح منه يا باشمهندس مين؟ 7 من 10. يبقى كده يا باشمهندس حسبت الاوت بلين طلعت معايا كام؟ طلعت معايا 7.4 متر. في اي مشكلة؟ في اي صعوبة؟ تمام، حلو جدا. قال لي يا باشمهندس طب ما تيجي نشوف مع بعض الكي. الكي يا باشمهندس معتمدة على نوع العمود، فقلت يا باشمهندس العمود بتاعي هو ايه اللي انه ايه؟
بريزد كولا. فادي اول حاجه. تمام، في اي مشكله؟ والتاني جزء فيها معتمد على مين يا باشمهندس؟ الاند كونديشنز، السبورتس بتاعتي تحت وفوق، ابر ولور. طب تعالى شوف معايا اللور يا باشمهندس. ده بص الراجل ناقص يكتب لك كيس 1 صح؟ تمام، فيكس ده يا باشمهندس. يعني ايه كيس 1؟ في اي صعوبه؟ تمام، في اي صعوبه في اللي انا بقوله؟ تمام جدا. قال لي يا باشمهندس طب والابر؟ الابر هو انت معاك انهي كاميرا؟ العمود اخره انهي كاميرا السبورت بتاعها؟ دي ولا اللي فوق؟ دي صح. يبقى انا هتعامل مع الكاميرا دي، هعمل ايه يا باشمهندس؟ هجيب التي بتاعتها وقارنها بايه؟ ببعد العمود، صح ولا لا؟ يبقى تي بيم ام بلين اللي هي كام؟ نص. وهقارنها يا باشمهندس ببعد العمود اللي هو كام؟ 6/10. وبالتالي لقيت العمود اكبر من الكاميرا، والحاله دي بنسميها ايه؟ بارشالي فيكسد، يعني كيس ايه؟ 2. كيس 2، حاله 2. في اي مشكله؟ في اي صعوبه لغايه دلوقتي؟ تمام جدا. مساله والله دي مترم يا جماعه. تمام؟ حلو. طيب تعالى نشوف بعد كده. قال يا باشمهندس تعالى مع بعض نحسب الكي الثانيه بتاعت الاوت بلين هي كمان. فقال لي هندسه الكي مبدئيا برضو دي بريزد. حلو. والاند بتاعتي والله هندسه اللور برضو كيس 1، ايش عرفك اهو. تمام حلو فيكس. طب فوق يا باشمهندس هقارن الكاميرا بالبعد الثاني للايه؟ للعمود. يعني هقول يا باشمهندس تي بيم اوت بلين اللي هي كام؟ 7/10 صح؟ في البعد الثاني للعمود اللي هو كام؟ 3/10. الكاميرا هتبقى اكبر من العمود، وبالتالي ده هيبقى كيس ايه؟ 1. في حد الموضوع ده واقف معاه؟ تمام حلو. طيب بمنتهى السهوله كده هندسه احنا قدرنا ان احنا نعرف الكي، عاوزين نطلع قيمتها. ممكن حد يطلع لي قيمتها من هنا؟ تمام هن. اوكي، اول حاجه انهي واحد؟ البريزد صح. تمام، مكتوب فور بريزد. تمام اوكي. طيب بعد كده بعمل ايه؟ والله يا باشمهندس بدخل بكيس 2 وكيس ايه؟ 1. هتطلع معايا كام؟ هتطلع معايا بوينت كام؟ 8. تمام حلو. يبقى الكي يا باشمهندس طلعت معايا بوينت 8. هاجي اعوض هنا 8/10 والاتش نوت 4. هاجي احسب اللمضه باكلينج لقيتها ب 5.33. طيب واحده واحده ولسه هقول حاجه. تمام لغايه دلوقتي في مشاكل؟ في صعوبه؟ تمام. الناحيه الثانيه عاوز احسب الكي، الكي جيت حسبتها طلعت معايا كام؟ 0.75. تمام حلو. والاتش نوت كانت عندي 7/4، جيت حسبت اللامدا باكلينج طلعت معايا 18.5. طيب حلو. طب معلش يا باشمهندس حضرتك قلت لنا، ركزوا بقى معايا دقيقة واحدة. حضرتك قلت لنا هندسة ان انا عندي يا باشمهندس اللمضة باكلينج هي اللي بتحدد لي اذا كان العمود شورت ولا العمود ايه؟ لونج. قال يا باشمهندس فعلا. بص لو العمود بتاعك بريزد، لو العمود بتاعك امبريزد. لو يا باشمهندس اللمضة باكلينج كانت في العمود البريزد وكانت اقل من 15، معنى كده انها يا باشمهندس شورت كولم. تمام حلو. ولو كانت يا باشمهندس ما بين 15-30 فده معناها انها لونج كولم. تمام حلو. في الامبريزد لو كانت اقل من 10، لو كانت من 10-23 فساعتها تبقى لونج. يبقى باشمهندس ركز معايا كده. تمام، على حسب العمود بتاعي بريزد
ولا امبريزد صح؟ تمام. لو العمود بتاعي بريزد يا باشمهندس ولقيت اللامدا باكلينج اللي احنا حسبناها دي اقل من 15، معنى كده ان العمود شورت. لو كانت ما بين 15 ل 30 العمود بتاعي لونج. طب ولو كانت اكتر من 30 العمود بتاعي ساعتها انسيف، القطاع بتاعي لازم يتكبر. تمام، حلو، في اي مشكلة؟ طيب لو كان امبريزد يا باشمهندس قال لي هتلاقي اللامدا باكلينج اقل من 10 لو انا شورت، لو ما بين 10 ل 23 لو انا لونج. طب ما تيجي نشوف الحاله بتاعتنا دي يا باشمهندس. مبدئيا العمود بتاعنا ايه؟ بريزد صح؟ تمام. طب يا باشمهندس والله كانت طالعه بكام؟ 5.33. ده معناه يا باشمهندس انها اقل من 15، ومعنى كده انها في اتجاه الامبلين ايه؟ شورت. في اي مشكلة؟ في اي صعوبة؟ تمام. طب تعالى يا باشمهندس الناحية التانية في الاوت بليل كانت طالعة معايا بكام يا باشمهندس؟ 18.5. 18.5 يا باشمهندس معناها ان هي ما بين 15 ل 30، وبالتالي يا باشمهندس ايه؟ في هذا الاتجاه الاوت بليل هتكون بالنسبة لي لونج. في اي صعوبة لغاية دلوقتي؟ تمام، تعال نكمل بقى بسرعة، الباقي مش هياخد معانا وقت خالص. خطوات سهلة وبسيطة. قال لي يا باشمهندس تاني خطوة لما العمود بتاعي بيطلع لونج. تمام؟ حلو. إيه اللي مفترض بيحصل يا باشمهندس؟ زي ما حكينا كده هندسة، والله يا هندسة آدي العمود وآدي العمود معرض لبي ألتيميت. لونج يعني هيحصل له يا باشمهندس باكلينج. معنى كده يا باشمهندس ان تأثير البي ألتيميت عندي اصبح على مسافة بنسميها دلتا، ومعنى كده ان العمود بتاعي يا باشمهندس بيتولد عليه اما اديشنال مومنت اضافي مقداره هو القوة الرأسية في الدلتا، في المسافة اللي اتحركها العمود في جزء الباكلينج. تمام، حلوة. قال لي يا باشمهندس طالما العمود طلع لونج معايا، تمام، انا بشوف هو طلع لونج في انهي اتجاه، الباكلينج حصل في انهي ايه اتجاه. ولعلمك يا باشمهندس انه التصميم الصح، تمام، حلو، العمود مستحيل يحصل له باكلينج في الاتجاهين مع بعض. تمام، حلو. طب معنى كده ايه؟ معنى كده يا باشمهندس ان لو حصل باكلينج، تمام، او طلع العمود لونج في الام بلين والاوت بلين، المفترض ان انا بشتغل على باشمهندس الكريتيكال الاكبر ما فيهم. تمام، حلو، في اي مشكله؟ طيب جميل، بس خلي دي بين قوسين كده لان ممكن بكره نقول حاجه زياده. تمام، اوكي. طيب قال لي يا باشمهندس والله تعال نكمل على هذا العمود اللي احنا كنا بنشرح عليه، هو طلع لونج في انهي اتجاه؟ اتجاه الاوت بلين، صح؟ طيب علشان اقدر اجيب الام اديشنال انا محتاجه باشمهندس اجيب مين؟ الدلتا. طب والدلتا دي بتساوي ايه؟ ركز معايا هندسه، الدلتا دي بتساوي اللامدا باكلينج تربيع في البعد اللي حصل فيه الباكلينج، يعني يا باشمهندس تي او بي حسب ام بلين او ايه او اوت بلين. تمام، على 2000. فيها اي مشكله هندسه؟ طيب جميل جدا. قال لي يا باشمهندس تعالى نشوف الاتي. ايه هنشوف ايه؟ قال لي تعالى نشوف العمود اللي معانا، العمود اللي معانا ده كان اوت بلين صح؟ اللامدا باكلينج بتاعته كانت طالعه كام؟ بتاعه الاوت بلين كانت طالعه 18.5. تمام، البعد بتاع الاوت بلين يا باشمهندس اللي كان معايا كان كام؟ كان 3/10 صح؟ فهضرب يا باشمهندس في 3/10 على 2000. كده يا باشمهندس انا جبت الدلتا طلعت معايا 0.051 متر. في اي مشكله لغايه دلوقتي؟ في اي صعوبه؟ طيب حلو قوي. في حاجه كمان اعرفها دلوقتي كده بنسميها ام اي، ام ايه؟ اي. تمام، حلو. ايه الام اي ده هندسه؟ قال لي الام اي ده ام انترميديت اللي في نص العمود. تمام، حلو.
فواضح هنا يا باشمهندس ان الام انترميديت في السنجل تمام في الوسط صح، بينما هنا بتبقى حاجه صغيره في موضوع ايه الدبل كيرفيتشر مومنت. طيب معلومه مهمه باشمهندس، ممكن يجي يقول لك زي ما انت شفت في المساله ايه تمام مكتوب ايه initial moments about minor axis equals 80 و40. حلو حلو قوي 80 و40. ال 80 ده يبقى ام ايه تمام، وال 40 ام 1. حلو جدا. طيب حلو، قال لي يا باشمهندس ممكن يجي يقول لي سنجل وممكن يجي يقول لي ايه دبل، ايه الفرق ما بينهم؟ الشكل صح. تمام حلو. طب لو ما قاليش لا سنجل ولا دبل اعتبره ايه؟ سنجل. تمام في اي مشكلة؟ تمام. ايه الفرق؟ ان المومنت هنا في جهة واحدة، هنا الفرق هتيجي حالا يعني خليك مخزنة دقيقة. تمام حلو، في اي مشكلة لغاية دلوقتي؟ طب جميل. قال لي يا باشمهندس طب ما تيجي كده نشوف مع بعض خطوة رقم 3 وهي الام انيش. ايه اللي هعمله؟ مجرد بس هحدد ام 2 وام 1 وهحدد اتجاه المومنت. تمام حلو، تعال مع بعض كده يا باشمهندس. ادي يا باشمهندس العمود بتاعي رسمته. تمام بيقول لي يا باشمهندس initial moment about mean minor axis. هو المينور اكسس ده احنا اتفقنا ان هو انهي؟ الموازي للبعد ايه؟ الكبير. تمام حلو، لما يقول لي مومنت اباوت يعني لف حواليه، مومنت اباوت يعني لف ايه حواليه، في اي مشكله؟ تمام. يبقى ادي يا باشمهندس ام انيشال عباره عن ام 2 وام 1. ام 2 80 وام 1 ايه 40. في اي مشكله؟ معلومه اهي خدناها في الخطوه رقم 3. طيب تعالى بقى مع بعض كده يا باشمهندس نشوف مع بعض خطوة رقم 4. تمام؟ لا لا لا، فتعال نشوف مع بعض هنعمل ايه. قال لي يا باشمهندس انا عندي 3 حالات. تمام؟ الحالة الاولى ركز معايا كده هي العمود البريزد، عمود نوعه ايه؟ بريزد. تمام، ماله يا باشمهندس؟ هاجي يا باشمهندس ارسم العمود 3 مرات. بص هندسة لو ما رسمتش العمود بالشكل ده هتتلخبط. تمام لازم. حلو طيب، مره انيشيال، مره اديشنال، مره ايه فاينل. تمام في اي مشكله؟ طب جميل. قال لي يا باشمهندس الحاله الاولانيه ان الاقي الام انيشيال بتاعتي في نفس اتجاه الام اديشنال بتاعي. ولو ركزت على المساله تعال نبص عليها كده هتلاقي ان فيها الحالة دي، اولا العمود بريزد صح كده؟ تمام؟ ثانيا ادي ام انيشيال 80 و40 صح كده؟ ام 2 وام 1 مظبوط؟ وعندك كمان يا باشمهندس ام اديشنال في اتجاه الاوت بلين، وقلنا الاوت بلين هو دايما اتجاه مين؟ الواي. حصل؟ حصل. تمام. قال لي يا باشمهندس ومقدار دي كان 77 صح؟ كان 77. تمام؟ حلو. في اي مشكله لغايه دلوقتي؟ الاثنين في نفس الاتجاه، اكيد الفاينل كاتجاه هيبقى فين؟ نفس الاتجاه. في اي مشكله؟ طيب تقييمه بقى يا باشمهندس، قال لي تعالى نشوف مع بعض. تمام، قال لي في حال العمود بريزد وانيشال بيوازي الاديشنال او في نفس اتجاهه يعني بناخد يا باشمهندس الماكسيمم من 4 حاجات، الماكسيمم من 4 ايه؟ حاجات. طيب ايه هما؟ أول حاجة ام 2. هو ايه الام 2 ده؟ المومنت الكبير في الانيشيال صح؟ طب ام 2 في مسألتنا كان كام؟ في أي مشكلة؟ حلو. قال لي يا باشمهندس 2 ام 1 زائد ام اديشنال على الاثنين. تمام حلو، ام 1 اللي هو مين؟ الصغير صح، اللي هو 40. في اي مشكله؟ وام اديشنال يا باشمهندس كانت كام؟ 77 على 2، وبالتالي هيطلع حاجه و70 برضو صح، 78 ونص.
في اي مشكله؟ طيب القانون الثالث او الحاله الثالثه، احنا بناخد الاكبر من الاربعه، تمام حلو. هي ايه يا باشمهندس؟ ركز بقى معايا هندسه اللي كنت تسالني، ايه فايده الام اي؟ صح تمام. قال لي يا باشمهندس الحاله الثالثه هي الام اي زائد الام اديشنال. طيب الام اي دي يا باشمهندس ايه فايدتها؟ ركز بقى معايا. قال لي يا باشمهندس في حالة العمود كان سنجل مومنت، الام اي دي يا باشمهندس بتساوي 4 ام 1 زائد 6 ام 2. في اي مشكلة؟ 4 ام 1 زائد 6 ام 2. امال ايه بقى لو كانت دبل؟ بص هندسة تمام، واضح كده ان في مومنت في اتجاه والتاني في اتجاه التاني، صح؟ فقال لي يا باشمهندس يبقى الام اي واحد فيهم من الاتجاهين هياخد السالب، اكيد هياخد الصغير عشان يطلع بالموجب، صح ولا لا؟ تمام. مين الصغير؟ ام واحد زائد 6 ام اتنين. في اي مشكلة؟ في اي صعوبة؟ قال لي بس خد بالك لازم بعد ما تخلص دي تقارنها يا باشمهندس ب4 ام 2، وفي الامتحان يجيب لك شاذ الشاذ الشاذ. تمام يعني ايه؟ يعني يجيب لك دبل ثم تحل يطلع اقل من 4 فتاخد ال 4. تمام دايما امتحانات كلها بنفس الطريقه. تمام حلو. لو كانت لو كانت اقل من 4 باخدها بكام؟ ب4 الام 2. في اي مشكله؟ تمام. يبقى باشمهندس الحاله دي مهمه جدا، تمام، دايما الامتحان بيجي فيها. حلو. طيب احنا حالتنا هنا كان ايه يا باشمهندس في المساله؟ والله احنا سنجل، صح تمام، ما قالش حاجه فاحنا سنجل، مظبوط. فسنجل يا باشمهندس 4 تمام في الام 1 بتاعتنا 40 زائد 6 في ام 2 بتاعتنا ب80، وبالتالي يا باشمهندس جيت حسبت ده طلع معايا 64. جيت يا باشمهندس قلت 64 زائد 77 اللي هي الام اديشنال طلعت معايا ب141 كيلو نيوتن في المتر. اخر حاله معايا بي التيميت في الاي مينيمم، ولما بشوفها بسلم عليها وامشي. هتطلع كده كده الاقل، حاول وجرب هتلاقيها عمرها ما تطلع معاك. تمام حلو. اصغر حاجه وبالتالي انا مش حاجه عارف مش هي دي، هروح لها ليه؟ تمام حلو، بلاش منها، صح تمام حلو. فقال لي يا باشمهندس يبقى هختار الاكبر، والاكبر هنا طلع ام اي زائد ام اديشنال. وخد بين قوسين كده ان طالما انت بريزد وموازي غالبا بنسبه 99% الحاله دي اللي بتطلع معاك. تمام؟ في أي مشكلة؟ تمام جدا. قال لي يا باشمهندس كده بصراحة شديدة أنا خلصت الخطوة بتاعة الإم فاينل، تمام؟ وعرفت دلوقتي إن العمود بتاعي عليه إيه هندسة؟ إم فاينل ب 141 كيلو نيوتن في المتر، وعليه بي ألتيميت ب 1500، أقدر أصمم العمود وأسلحه. صح؟ مش ده اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت؟ تمام حلو. طيب احنا كده طبعا هنكمل الخطوتين دول المرة اللي فاتت، بس قبل ما نمشي تعال نشوف احنا شفنا حالة مين؟ البريزد وهو موازي. طب ما تيجي نشوفها يا باشمهندس وهي ايه؟ مش موازية، ده في اتجاه وده في اتجاه تاني. تعال بقى نشوف كده مع بعض يا باشمهندس الاتي. ماذا لو كان العمود بتاع بريزد ولقيت الام انيشال مش موازي للام اديشنال في اتجاه مختلف؟ تمام حلو. بص كده يا باشمهندس هاجي ارسم، ادي انيشال ادي اديشنال ادي فاينل. تمام بصيت لقيت ادي الانيشال ام 1 وام 2 وادي الاديشنال في هذا الاتجاه. طب والفاينل هيبقى ايه؟ قال لي ساعتها يا باشمهندس المومنت عمره ما هيتحرك من الجهه دي للجهه دي، تمام؟ المومنت هيأثر في نفس الجهه، وبالتالي
هيبقى عندي ام اكس فاينل وام واي فاينل. تمام حلو. تعال نمسك واحده واحده. تعال نمسك الاول ام واي فاينل. ام واي فاينل دي فيها ايه هندسه؟ فيها ايه؟ ام واحد وام اتنين، مين الكبير فيهم؟ خلصت، ناخد الكبير. في اي مشكله؟ تمام. طيب ام واي ام اكس ايه فاينل فيها ايه يا باشمهندس؟ ما فيهاش غير ايه؟ ام ايه اديشنال. قال لي يا باشمهندس هاخدها ساعتها الام اديشنال، بس لما بحط الاديشنال بحط القانون اللي انا ما بحسبوش برضه. في اي مشكله؟ تمام حلو. ادي يا باشمهندس في حاله البريزد، تمام، المختلف في الايه الاتجاهات. اخر حاجه بقى خالص عشان نمشي ونروح، حاله مين؟ العمود الامبريست. تعال بقى معايا هندسه، اخر حاجه معايا وهي العمود الامبريست. قال لي بص هندسه من الاخر كده، العمود الامبريست ده يا باشمهندس ملوش شخصيه، تمام، اي حاجه بجمعها فيه. تمام حلو. العمود الامبريست ملوش شخصيه يا باشمهندس. طيب تعال اشوف كده، لو انا عندي ام واحد وام اتنين، ولو عندي حتى ام واي اديشنال وام اكس اديشنال، تعال نشوف هنعمل ايه. تمام حلو. مبدئيا كده لازم هيطلع لي ام واي فاينل، ولازم هيطلع لي ام اكس ايه فاينل. المومنت يا باشمهندس عمره ما هيغير اتجاهه. تمام حلو. تعال نشوف كده مع بعض ايه اللي هيحصل. والله يا باشمهندس ام اكس فاينل ام واي فاينل. تعال نشوف مع بعض، احنا قلنا ايه؟ ملوش شخصيه، صح؟ تمام. هنعمل ايه يعني هندسه؟ والله في حاله الاكس مين اللي عندك؟ مين اللي عندك في الاكس؟ ام اكس ايه اديشنال بس، صح؟ طيب طالما كتبت الاديشنال ابقى حط لي القانون بتاع مين؟ مش هحسبه. في اي مشكله؟ تمام. في اي صعوبه؟ تمام. الام واي فاينل يا باشمهندس، تعالى بقى واحده واحده، احنا عاوزين ناخد اكبر حاجه مؤثره، احنا بنقول ملوش شخصيه، اكبر حاجه مؤثره عليه، صح؟ تمام. طيب في الاتجاه بتاع الواي ده هو عليه مين هنا يا باشمهندس؟ ام واحد وام اتنين، مين الكبير فيهم؟ تمام. في هنا حاجه؟ ام واي اديشنال. طيب حطيت الاديشنال؟ ما تنساش تحط لي ايه؟ بي التيميت في الايميل. وكده يا باشمهندس اقدر ايه؟ اجمع العزوم بتاعتي. طب يا باشمهندس معلش سؤال واحد كده، خلصنا الحمد لله. تمام. سؤال واحد كده عايزين نسأله، هو في فرق لما يطلع المومنت هنا في اتجاهين ولما يطلع زي اللي حصل في المسألة الأولانية في اتجاه واحد؟ في فرق، بس فرق طفيف وخدناه. ايه هو؟ ان ده باشمهندس باي اكسيال مومنت، صح؟ والتاني ايه؟ يوني اكسيال مومنت. ده بالعكس، الباي اكسيال مومنت في حله اسهل بكتير من يوني اكسيال. مش هقعد ادور على زونز ولا هقعد ادور على حاجة، صح؟ انا عارف ان هو ايه؟ باي اكسي. يا هيتحل ان انا احوله يا باشمهندس بالطريقه بتاعه الابروكسيمت ليوني اكسيال وادخل على الانتر اكشن دايجرام مباشره من غير ما افكر، صح؟ يا اما يا باشمهندس هروح جاي عامل ايه الناحيه الثانيه داخل على الانتر اكشن دايجرام الخاص بالايه بالباي اكسي. وفي كلتا الحالتين انا عرفت طريقي، صح؟ تمام. طيب حاجه بقى مهمه قبل ما نقفل خالص، تمام، هيبقى خلاص كفايه ما خلصنا. تمام حلو. باشمهندس هو احنا بنصمم مين؟ بنصمم عمود، صح ولا لا؟ خلي في بالك ان معظم الزونز اللي هتقابلك زون بي. تمام؟ ليه؟ ما هو العمود اللي عليه ايه؟ بي التيميت اكتر حاجه، صح ولا لا؟ ده المتوقع وده الطبيعي، مظبوط؟ في حالات بتبقى ايه؟ مختلفه، لكن دايما خد في اعتبارك ان احنا دايما في زون ايه؟ تمام؟